خلينا نتحول لموضوع تاني. وزارة الأوقاف أطلقت برنامج تثقيفي صيفي للأطفال، وده ضمن اهتمامها بالنشأ وتحقيق أكبر قدر من الإفادة للأطفال وتنمية ثقافتهم وكمان رفع مستوى الوعي. ده بيأكد سعي الوزارة دايما لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري وطبعا الوطني عند الطفل خلال الأجازة. طيب نقدم الخدمة دي لأطفالنا إزاي؟ نروح مساجد فين؟ نعلم ولادنا القيم السامحة للدين الإسلامي ونستغل أجازة الصيف بشكل إيجابي إزاي؟ على التليفون معنا الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأيضا مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. بالنسبة للبرنامج التثقيفي كل سنة بنتكلم عنه وبنأكد أهميته، أنه بيستهدف يعني عدد كبير جدا من الأطفال، إحنا محتاجين أو بنستهدف أعمار عاملة إزاي ونقدر نروح فين؟ اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه بدايه اجازه الصيف، ويعني نفرح بيها بقى كلنا بعد امتحانات الثانويه العامه ان شاء الله. انا سعيده طبعا. صباح الخير يا مصر. كل سنه بيغطي معانا البرنامج ويعني بيلمس معانا التطور اللي بنقوم بيه كل سنه. احنا زي ما بنقول التقديم في البرنامج بيكون عن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا، لان احنا بنعلن اسماء المساجد بشكل دوري، وكمان بيكون بالتقديم في اقرب مسجد مقام فيه البرنامج الصيفي، اقرب مسجد مقام في المنطقه نفسها، وده بيبقى سهل الوصول اليه. يعني بيبقى اهل المنطقه بيبقوا عارفين المساجد اللي حواليهم، المساجد نفسها بتعلن عن النشاط بتاعها، بيبدا الاهالي يقدموا ويسجلوا اولادهم فيها. بنستهدف اي المراحل العمريه؟ لا، هو مفتوح، يعني المسجد قبلت كل الاطفال بكافه الاعمار، بس بيبقى القائم على البرنامج الصيفي داخل المسجد بيبقى قادر يقسم بقى الاطفال لمجموعات، اللي هي زي بالظبط التحفيز ما بيتم فيه تقسيم الاطفال لمجموعات بالظبط في البرنامج الصيفي، وتقديم المضامين المختلفه ليهم بيقسمه لمجموعات وبيخاطب بقى كل مجموعه باللغه المناسبه ليها. طيب دكتوره، في حاجه من الحاجات اللطيفه جدا في البرنامج الصيفي ان الاسره كلها بتبقى موجوده، يعني بيبقى مسموح جدا في ساحه المسجد والاطفال موجوده وبتتلقى العلم وبتحفظ القران، ان اهاليها يبقى موجودين وقاعدين وبيسمعوا ويحفظوا معاهم ويرددوا معاهم وكمان يقدروا يسمعوا لهم لما يروحوا. اعتقد ده بيساعد الطفل ان هو يكتسب مهارات اكبر وبيعمق الروابط اللي موجوده بين الطفل والمسجد والطفل وأهله. هو ده مهم جدا جدا. واحنا بداية اول ما بدأنا البرنامج الصيفي يمكن كان معالي الوزير واللجنة المختصة بإعلان النشاط ده من كذا سنة، كانوا حريصين ان كافة الأنشطة للكبار وللصغار تتعمل في ايام يعني ايه مع بعض. يعني مثلا اليوم المخصص لتحفيز القرآن للسيدات كان يبقى في نفس اليوم بتاع الأطفال بس ده في مكان مختلف، بحيث يتواجدوا كلهم في وقت واحد في المسجد، بحيث الولد يحس ان الاقبال من الجميع. لكن امتى بيجتمعوا؟ لما بتقام الفعاليه الاسبوعيه. الفعاليه الاسبوعيه دي اللي بيشارك فيها مبدع من تخصص بقى، يعني هو القائم بنشاط الامام او الوعظه، احنا بنعمل يوم بيشارك فيه بقى مبدع من مجال مختلف، ممكن يكون كاتب اطفال، ممكن يكون صحفي، ممكن يكون مذيع، وكانها احتفاليه اسبوعيه تقام للاطفال، دي بيشارك فيها الجميع بقى، الاهالي، اولياء الامور، الكبار، الاطفال. وانا عايزه اقول لك ان اثناء النشاط نفسه واثناء الاسئله الكبار بيتشاركوا مع اولادهم في الاجابات، يعني احنا بنعمل مسابقات اثناء الفعاليه فبنلاقي ان في ترابط اسري بين الجميع، ترابط داخل المسجد، ودي الفكره ان الجميع يرتبط مع بعض في المسجد، يعني ودي بصراحه احنا بنلمسها اثناء الفعاليه من تواجد الاسره كامله معانا داخل الفعاليه. صحيح. طب يا دكتوره، يعني اهم الرسائل والمضامين اللي بنحطها للنشأ ولأطفالنا عاملة إزاي؟ إزاي بنبروز الأخلاق؟ إزاي نقدمها كواجبة مستساغة لأطفالنا في ظل وجود أفلام كرتون بتقنيات عالية، في ظل وجود أشكال من الترفيه تخطف العين أكتر من الكلام النظري اللي بنقوله؟ احنا دايما بيتبادر للذهن المسجد والاطفال هو حفظ القران الكريم فقط، لكن زي ما حضرتك بتقول الدور دلوقتي بقى اصعب واكبر، الطفل بقى محاط بثقافات غريبه عنه، محاط بمخاطر ما فيش طفل اتعرض ليها قبل كده. يمكن وسائل التكنولوجيا الحديثه يعني ساعدت على المخاطر دي ان هي تحاوطه من كل ناحيه،
زمان كنا بنخاف على اولادنا لما يخرجوا بره البيت، دلوقتي احنا بنخاف عليهم وهم قاعدين جنبنا. فاحنا ازاي بقى كنا نطور نشاطنا ده، او ازاي نقدم مضامين مختلفه زي ما حضرتك بتقول؟ اولا الاخلاقيات كلها او اي مضمون هنقدمه هو بيصب في الاخر في القالب الديني، هو الدين عباره عن اخلاقيات. لو انا قدمت المضمون بتاعي في قالب قصه هبقى انا قدمت مضمون ديني، يعني لا يشترط فقط وان كان الهدف الرئيسي تحفيظ القران الكريم، لكن لو انا قدمت قصه مختلفه قصه اجتماعيه هتقدم مضمون، هنقدم القيمه اللي انا عايزه اقدمها بشكل قصه في شكل شعر، في اقدم نموذج قدوه في شرح قصه تاريخيه عن شخصيه من الشخصيات التاريخيه. احنا كل المضامين دي قدمناها من خلال سلسله رؤيه للنشأ اللي بتصدرها وزاره الاوقاف بالتعاون مع وزاره الثقافه. والحقيقه ان احنا كل الاصدارات دي متاحه جوه المسجد، بيبدا الامام او الوعظه يعتمد عليها في شرح المضامين دي. عندي في قصص، عندي يعني كل المضامين هتلاقيها موجوده. الطفل اللي بيحب يقول شعر هيلاقي الكتب موجوده اللي تنمي عنده الحس الجمالي والحس التذوق الشعري، هيلاقي كل المضامين موجوده. احنا بنشتغل على كل النواحي من خلال الاصدارات بتاعتنا اللي بقت متاحه جوه المسجد. ويمكن احنا كنا عملنا من سنه تقريبا ركن الطفل اللي هو اول مره يكون جوه المسجد، فدايما الركن الكتب بيبقى جوه المسجد المصاحف وكتب للكبار. احنا عملنا من سنه في المساجد الرئيسيه ركن للاطفال موجود فيه الاصدارات دي، اللي هي الاصدارات اللي مش بس اصدارات دينيه، لا اصدارات مختلفه ومتنوعه فيها مضامين كتير جدا. فاحنا اشتغلنا على كافه المضامين اللي ممكن تجذب الطفل للقراءه، ممكن الامام او الوعظ يقدموها من خلال المسجد. طيب التأكيد على فكرة إن الثوابت الوطنية كمان، إزاي ده بيحصل في المسجد يا دكتور؟ أولا إحنا أول ما بنبدأ الفعالية نفسها بنبدأ نقول للولاد إن كل ما يقام داخل المسجد من أنشطة مشاركة الجميع فيها ده جزء من محبة الوطن ليكم. فبنبدأ نكلمهم عن محبة الوطن اللي هي وجودنا داخل المسجد، نشاط نفسه القائمين عليه كل ده جزء من حب الوطن ليكم. فاحنا ازاي نحب بلادنا؟ فبيبدا كل طفل يتكلم على حب بلده من خلال فكره هو، بنبدا نناقشه فيما يقدمه. وانا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان كل ما يقدم سواء قيم اخلاقيه، قيم اجتماعيه، احترام الاخر، ده كله يصب في مصلحه المجتمع، يصب في مصلحه الوطن، ويصب في حب الوطن. فهو الطفل نفسه بيبدا يستوعب يعني ايه وطن من خلال اللي احنا بنقوله، يعني احترام الاخر داخل الوطن. فبيبدا الطفل يفهم ان كل اللي بيتقدم ده جزء من حب وطنه ليه، ده فبينمي عنده الحس الوطني وانتمائه لوطنه بشكل اكبر. بنشكرك يا دكتوره. الدكتوره هدى حميد مدير عام التحرير والنشر في المجلس على الشؤون الاسلاميه، مسؤول ملف الاطفال، شرفتينا ونورتينا النهارده في صباح الخير يا مصر.